أهلا بحضراتكم مرة تانية. إزاي التطوير ده حصل في مدينة رشيد؟ إزاي التطوير ده حصل في محافظة البحيرة؟ التخطيط لإنشاء كل هذه المشروعات في كل مركز من مراكز المحافظة، كل مركز كل قرية داخل المركز بحسب صنعة أهلها، بحسب احتياج أهلها. مؤسسة حياة كريمة لما جت وتعاونت مع محافظة البحيرة ومحافظة البحيرة قدمت لها تسهيلات، كان لازم يكون في نوع من تضافر الجهود ما بينهم هما الاثنين عشان تخرج هذه المشروعات بهذا الشكل تخدم أهالي المحافظة كلها. احنا طبعا من أول حلقة واحنا بنتكلم عن عدد المشروعات اللي تم تنفيذها بالفعل في المحافظة واللي حتى كمان جاري إنشائها في مراكز المحافظة المختلفة، عايزين نعرف جهود المحافظة ايه اللي قدمته المحافظة لأهالي محافظة البحيرة خلال الفترة الماضية. معانا الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. يا اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. عدد كبير من المشروعات كنا بنتكلم عنه من اول الحلقه في كل القطاعات وفي كل المجالات وفئات المواطنين، فئات الشعب او المواطنين هنا كلهم استفادوا، الشباب، المراه، المزارعين، كبار السن، الصيادين، حتى كنا لسه بنتكلم عن الموضوع ده دلوقتي. فعايزين نعرف ازاي تم التخطيط لانشاء كل هذه المشروعات في كل مركز بحسب احتياجه. في الحقيقة ومن بداية تكليفي كنائب لمحافظة بحيرة أغسطس 2018 انتهجنا نهج يمكن ده على مستوى الجمهورية، مشاركة المجتمع فيما يخص الخطط الاستثمارية. لازم المواطن يحس ان هو فعلا مستفيد بشكل مباشر من الخطط. على سبيل المثال احنا النهاردة في رشيد، لما نيجي نتكلم على رشيد نلاقي ان هي عندها مكونات أساسية وهي فرع النيل برشيد طبعا، وما يقوم عليه من صناعات زي سيد الأسماك وتعليبها وحتى ملوحة الأسماك، احنا في مصر بنحب تمليح الأسماك. وأيضا عندنا النخل اللي حضرتك شايفه حوالينا ده بيرتبط بأهالي رشيد، بطبعا زراعة البلح وأيضا استخدام الجريد بتاع النخل في الصناعات التراثية، بيتعمل بيه الأقفاص اللي بنجمع فيها كل أنواع الخضر والفاكهة. كمان رشيد فيها مستشفى كبيرة جدا اسمها مستشفى رشيد العام، ودي تم تطويرها في 2019 وفي 2021 عشان تكون صرح يقدر يخدم أهالي مش بس محافظة البحيرة ومحافظة كفر الشيخ المجاورة الصديقة. في أهم شيء هو المبنى الخاص بالطوارئ، ويمكن احنا هنا بنستقبل ما يقرب من 1100 شخص يومي بيدخل استقبال مستشفى رشيد العام، ما بين يعني أمور طريقة وغير طريقة. أيضا رشيد بيتعمل فيها حاليا بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة جديدة على غرار مدينة العالمين ومدينة يعني القاهرة الجديدة وستة أكتوبر، اسمها مدينة رشيد الجديدة، ودي على مساحة 3100 فدان، ودي تتبع هيئة المجتمعات العمرانية شمال النيل. عندها أهم شيء المثلث الذهبي، التقاء النيل بالبحر على غرار دمياط وراس البر. والحقيقة ان احنا عندنا فيها حوالي 10 كيلو على البحر المتوسط، ده انجاز. فيها جامعة رشيد الجديدة تم انتهاء من بناء 3 كليات من اصل 11، وفيها ايضا مشروع بشائر الخير 4 اللي بتنفذه الهيئة الهندسية لقوات المسلحة، وفيها اسكان اجتماعي لمتوسط وفاخر. ويعني نفسنا ان الكاميرا ان شاء الله صباح الخير يا مصر تشرف هناك عشان تنقل التنمية الحقيقية اللي في رشيد. طيب خلينا نقول ان في طفرة بتحصل في البحيرة، ونقدر نقول الخطة المخصصات اللي كانت بتوجه للمحافظة نقدر نقول انها زادت مثلا عن السنة اللي فاتت بحوالي 14%، وصلحي لي الرقم لو الرقم مش تمام، حوالي 6.9 مليار جنيه. احنا بنتكلم في ان احنا كان معانا اكتر من 8000 مشروع، يمكن 8800 حاجة و80 مشروع او حاجة و60 مشروع من ضمن المشروعات اللي كانت موجودة في حياة كريمة. من ضمنها كمان مش بس القرى اللي دخلتها حياة كريمة، لا، في أماكن كتير قوي تم تخصيص بقى المخصصات المالية لدعمها ولوجود مشروعات جديدة فيها. نقدر نتكلم عن كم مشروع؟ الخطة الاستثمارية بتبقى من سنة مالية لسنة مالية، يعني هنبتدي إن شاء الله 1/7 الجاي الخطة الاستثمارية 23-24. إجمالي للخمس سنين اللي فاتوا كان حوالي زي ما حضرتك قلتي 6.1 مليار جنيه. السنة دي التركيز في الخطة الاستثمارية الجاية أو الجارية
هيكون على استكمال المشروعات. احنا ركزنا في القرى مع مشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة. المدن بقى لازم نستكمل اعمال الرصف، اعمال الانارة، اعمال البيئة. في تركيز شديد بمناسبة تولي مصر واستضافتها لمؤتمر الاطراف كوب 27 على المشروعات الخضراء اللي بتخدم البيئة، يعني التوسع في انشاء وتطوير مصانع تدوير المخلفات، مصنع الخشب ايضا عندنا مصنع لصناعه الخشب من مخلفات الزراعه، ودي تقنيه مش موجوده يمكن في المنطقه كلها. احنا نتشرف انه على بعد حوالي 5 كيلو مننا مصنع ووتك، وده يتبع وزاره البترول والثروه المعدنيه. وايضا عندنا توسع في عمليه القمامه وازاله القمامه، فمعدات اللي بتساعد على النظافه في المدينه. ايضا بنركز في المدن على المشروعات الخدمية زي ميكنة ورقمنة المراكز خدمة المواطنين، وده بيوفر علينا وقت وجهد، وكمان بيحد من أوجه الفساد. عايز أقطعك يا دكتورة، ده مش تركز عليه في المدن بس. احنا امبارح كنا في الأبعدية، في قرية الأبعدية، في قرية يعني مش في المدينة الرئيسية، وشفنا المركز التكنولوجي، وشفنا برضو مركز النهاردة في أثناء الحلقة في بدر مركز تكنولوجي. يعني واضح انه هو توجه انه ما يبقاش بس في المدن، لأ السيرفيس او الخدمه هتوصل للناس وهم عندهم، مش هيحتاجوا. هي دي الحوكمه، ان حضرتك توحدي الخدمات بدل ما المواطن يتكبد مشقه الانتقال من بيته للمدينه وياخد مواصلات، وفي طبعا اعباء اقتصاديه في ده. احنا بنوفر كل المراكز اللي حضرتك شفتيها دي، وضغط على الطريق وضغط على المواصلات وتضيع وقت، يعني حاجات بالزبط. كتير دي كلها مربوطه بنفس البرمجة اللي هي مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللي هي بتوفر الخدمات زي استخراج رخصة بناء، رخصة محل، مستندات، مثلا واحد عنده شكوى بيقدمها من خلال مركز التكنولوجي. فصل متلقي الخدمة عن مقدمة، هو ده أساس مكافحة ويعني ومنع الفساد. عظيم. انعكاسات بقى كل هذه المشروعات على المواطنين هنا. أنا أعرف محافظة البحيرة كانت من المحافظات اللي بتخرج منها هجرة غير شرعية، زيها زي كفر الشيخ وغيرها من المحافظات. إزاي قدرنا نسيطر عليها، وانعكاسات المشروعات اللي تمت بالفعل على الشباب اللي موجودين هنا، وحركة أو عملية التوعية كمان اللي بتتم للشباب؟ الحقيقة إن إحنا يمكن كويس إن حضرتك فتحت هذا الملف. إحنا في رشيد حاليا، ده كان منفذ من منافذ خروج الهجرة الغير شرعية. وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في آخر مؤتمر لمؤتمرات الشباب دعا وزارة الهجرة لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة، ودي كانت مبادرة زي ما حضرتك تفضلت تنمية، بننمي مراكز الشباب. نمينا حوالي 11 مركز شباب في رشيد وإدكو والمدارس، الطرق، عشان نوفر بيئة جيدة للشاب والفتاة إنها تعيش وتعمل في مدينتها بدل الخروج. إحنا مش ضد السفر، لكن إحنا مع السفر بالطرق الشرعية بباسبور وفيزا للبلد المستضيفة، وده اللي حصل بالفعل. على الشخص نفسه كمان طبعا، المخاطر اللي بتعرض لها. احنا الحمد لله يمكن من 2015 لم تخرج اي مركب غير شرعي، ويمكن كل اللي تم الاعلان عنه كان الناس خارجين بفيزا باسبور من دولتنا الى دوله شقيقه بدون ذكر اسماء، ثم دوله شقيقه اخرى، ثم من هذه الدوله الشقيقه خدوا مركبه غير شرعيه وليس من مصر ابدا. وده بيبقى فكر بقى ايه، انا عندي مثلا حد في العيله فانا نفسي ابقى زيه واخرج. لكن انا عايز اقول لحضرتك احنا وفرنا فرص عمل لما يقرب من 7000 شاب في ملتقيات توظيف كمان بالظبط، ونزلنا نسب خصائص السكانيه بتاعه المحافظه تتحدث عنها، سواء نسب البطاله او الاعاله او حتى نسب يعني فرص العمل للشباب وللمراه. ولسه كمان لما هيتفتح المينا الصيد برشيد هتوفر حوالي 4000 فرصه عمل مباشره وغير مباشره. فتاكد حضرتك ان احنا الهجره الغير شرعيه في مصر مصيرها هو خلاص يعني الانتهاء التام بالتنمية، وليس بالتحرك الأمني فقط، بالتنمية. دلوقتي حضرتك نفسي تاخد رأي أهالي، أن احنا اخترنا التنمية في أكتر قرى بتصدر الهجرة. تسألهم دلوقتي يقولك أنا خلاص أنا أسافر ليه، أنا عندي كل حاجة هنا واشتغلت أهو وعملت البيزنس بتاعي الخاص. في ناس عملوا مشروعات صغيرة ومتوسطة، في ناس عملوا ابتدوا أنهم يستثمروا رياضيا في حمامات سباحة. حمامات سباحة في الكرة يعني حقيقي فخر، وزارة الشباب والرياضة قايمة بدور عظيم.
طيب لما نيجي نقول ان احنا يعني لما بنيجي نتكلم عن مشروعات كبيره وبنتكلم عن مبادرات كبيره بنهتم بيها ما بتبقاش مرحله وبنتوقف عندها، بنكمل بعدها لحاجات كتير. احنا مصر استضافت الفتره اللي فاتت كوب 27 واشتغلت عليها في مختلف المحافظات على التنميه البيئيه وزياده الوعي البيئي ازاي يكون موجود. المبادره الرئاسيه 100 مليون شجره، يمكن البحيره كان ليها حظ في انها خدت 300,000 شجره. رشيد كان نصيبها كام تقريبا؟ رشيد بنحط فيها نخل، لان رشيد حطينا الشجر فيها في داخل المدارس والمراكز الشباب عشان كان شجر مثمر، عايزين نحافظ على الثمر زي الجوافه، وكان فيها برتقال ويوسفي وليمون. الشجر غير المثمر احنا استفدنا بيه في مدن زي وادي النطرون وبدر وابو المطامير، لان رشيد لها طبيعه خاصه زي ما حضرتك شايفه، هي بتعتمد على النخل، النخل بيعبر عنها اكتر. 100 مليون شجره هي مبادره الحقيقه جت في مكانها محافظه بحيره محافظه زراعيه، فكل مواطن انا اعتقد يعني ما فيش بيت في محافظه بحيره ما يعرفش يزرع شجر. احنا كنا بندي الشجر ده لمجموعات شعبيه من الشباب والمراه عشان يخلي بالهم عليها، وبنتابعهم في التشتيل وفي ريها وفي انها تكبر، وفيهم ناس بيتابعوني انا شخصيا بالموبايل يوروني الشجره كل يوم بقت عامله ازاي. وده يعني انا مش عايزه اكتر من كده، ثقافه الزراعه وثقافه الحفاظ على الشجر والزرع يعني عظيم. دور بقى مهم جدا وهو مساله الوعي، عايز اعرف دور المحافظه في الندوات التوعويه للمواطنين. هنا احنا كنا لسه دلوقتي عارضين فيلم المشوار اللي اتعرض قدام فخامه الرئيس في المؤتمر الوطني للشباب، وبيقول ان احنا لازم يكون عندنا درجه عاليه جدا من الوعي. بنشوف مثلا احنا وليكن بنعمل هنا طريق يا فندم، بنعمل محور، بنعمل كوبري، بنعمل معديه، فبعض الناس تقول هو انتوا بتعملوا ليه، ما الطريق مش عارف. فهو في ناس عايزه تستفسر، في ناس عايزه تفهم دور المحافظه ايه في النهايه تفهم الناس اهميه هذا المشروع. حضرتك احنا عندنا كذا اليه، ولكن بالاساس الوعي بنعتمد فيه على المجتمع المدني. اقرب شخص للمواطن هو الرائدات الريفيات، الشباب المتطوع اللي حضرتك شفتوهم امبارح، انه منهم واليهم. فالمجتمع المدني هو بيشارك في التوعيه، لكن احنا عندنا اليات زي وحده السكان، وحده تكافؤ الفرص، عندنا بناء وتنميه القريه، دي وحدات موجوده في الجهاز الاداري لمحافظه البحيره، بنشارك من خلالهم في ندوات توعيه بقى حول اهميه تدوير المخلفات، أهمية إن احنا نحافظ على المكتسبات، لو أنا بنيت مبنى جديد أحافظ عليه زي مدرسة. الندوات دي بتبقى على مراحل، في بنختص بيها طلبة المدارس، وبعدين في المرأة البيوت ترك الأبواب، وبعد كده المجتمع الشعبي بقى من خلال الجلسات اللي بنقعدها مع الأهالي كبار العمد المشايخ وهكذا. وبعدين هم بيبتدوا ياخدوا الرسالة ويحسوا إن هي بتبقى يعني حاجتهم، ويبتدوا ان هم بقى يحفزوا ناسهم. لكن دايما تاكدي حضرتك وحضرتك ان الوعي لما يجي من الشعب للشعب افضل بكتير من لما يجي من الجهات التنفيذيه للشعب. اكيد احنا بنتكلم في ان احنا شايفين بحيره مختلفه ونتوقع انها هتكون افضل وافضل. احنا شايفين ان في محافظه على القديم ومحافظه على المصادر الطبيعيه اللي موجوده، يمكن الدوره 21 او الجوله 21 اللي شالت التعديات اللي كانت موجوده على الاراضي الزراعيه بجانب وجود الحاجات الجديده زي ما احنا شايفين رشيد الجديده قد ايه الشغل شغال على الارض بشكل مختلف. احنا سعداء بوجودنا النهارده معاكم، شكرا ليك يا دكتوره، نورتي. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا دكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيره. بكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، لكن جولات صباح الخير يا مصر هتفضل مستمره لرصد كل المشروعات القوميه اللي بتتم على ارض مصر. اكيد مشاهدينا كنا موجودين معاكم النهارده على مدار 3 ساعات، ان شاء الله نشوفكم بكره في حلقه جديده. صباح الخير عليكم من رشيد، وصباح الخير يا مصر.